هيسكان شرعا ولقناي روتي وحو وحو يدبو دبو 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 ما ضيع تركب بيحران كصابون يوكيد كا بيها حوالة وبيجا شبعلة ساوقت وبيجا شبعلة وبيجا غدر وصبالي مرة وح مرة دور قبل بوسكو مرة براها وب بدن رنتي سجى يا ورابيا وحامر كا مشروع عاس ويا إن دب الوضع ساوقت وبيجا شبعلة وح غدر حيا مرة وفتهايو يمر بيه سيري هنا وقرا لبعض أصبع مشروع عن حلب وانه غنيا بيه مركا بدني هنا ولا كيدنا يا فتهادي ولا جاي لعلنيا مركي بيه يرادانا كيد كل لسمية شان لا تنكم شان لا تنكيلومتر أيو كيد كاسي بلعي سودانية هاي وعو كيدين كرا بيو انت عصو بليون أو متر كوبيكا يا مركا هادو إن لغو لغو بغولو مليون أو متر كوبيك أيو كيدين يا هو كيدين يا رجوا بيا واحد ورابين كران دول كدو بغول كنو هكتر مركا هادو بيا هز مركا وعلى سمانية وعلوسي دينية وبي مركا ورانا وعلى كيدين يا مشروع عادي هذا ويهرنتي وحو عن هذه سدة من أهل قرا وحو شقاء وابورد وندد كله هل مليون وقف دول تركيا يا فلوس هذا وقابل سن سكاشي اللي بدأ تيكا شرع يا لسياحي الوزارها يا شو كسمار الوزارها يو وزارتها نقالها أنت هذا بدن يو وزيرك وزارة بيراها هيرش بيله مامور قبلات هيرش بيله من حوالها وزارة هاي كل رنتي مشروع عادي على لوسو ويوايا وانا جايين انو وحوين كتر الدوار هرمان خبيرها صماليا وصلها صلى الله بتبي لانت وقد الشمال هذا هو الهبل اللي هو قال لي هاي ما وقت الصابت ورك الدولة تركوكي وهر المركي وين كل ما خيت صاب صابتو هرت ده سيد عادي أو حليو لي يبيس ويرعدان أسباب كلو شو فرسمان ويجرتا ودما درس كويجو أنو ويجو ونوصل شما لكن ودمو خصو شما ودنا هوري توب خصو شما سفر كي ومدحونه وخبو غضي توب ودمي وخطا جنا وعلاقلها لأن تحس إن حوا درين لقبوا ما أهين مسارع لقفوا بي حاجة سامين كويرة تبيها صعد كوبية وحى على جبل نسيا وزير دين أربعة دباد إني كدي فرسما لادرو وصو قيمية سامين تأي مسارع لعس كليهين صعد كوبية سامين تأي مسارع لعس الشيء يعني كوي عشان إن صوه بنو هي وفت دوان لادرو دوانا دي لعيدمو لكن حاجة إن لفتي صرنتي بيومي وعاصمي وصدنا صار كل واحد لما ضيع ترين عيد بقى كبر سنتين مركب وبيجي لفتي سوا بحاء وبي مركب كسر لعام آت كأبدا سووا بحاء وفتاه بالكار وبالكد مريه مركب واحد معقول أنا ما أعرف عس مركب واحد أبدا تاعي إن أنا لفتي يعني وبيجي أنا ضيع يعني ما ربنا إلا جفروري إن قاسم بدنا كبر بحاء مركب إن أنا هدي لهيد وواحد قرشينا بل إن أورت شغلة دنيا عنا أنا قبصنا بيحرين كلا سمايو وبيجي القضاء كدبنا أما اسكو مربع لوضع إن حاجة عسنا عن عريس عرنا هبنه سامين تاعي كوي على في مشاريع على لقيس مالي بيحرنا هالكاس لقيش يجيو وفتي قاسنا دوانا يو شاء الله بيحد دوانا وحي فرتما أي الله صويا شاءنا وحق صوبها والله بذاك دوانا إن شاء الله بيجي وهالجري اللي بدأت دولة دولة مصر الصومالي ينوخي كود هالجيم arimaha beeraha wali dawaan qaatay deegaan ee beeruhu maraynaa maxaa ugu muhiimsan ahmaas waxa jiray heshiisyo iskaashi oo ballaran oo dawladda Soomaaliya dawladda Masar dhexmaray waxa aan kamid ahaa dhinac beeraha oo aan la saaxiibnay safgarad heshiis iskaashi waftigaa waxa uu yimaadeen oo ugu muhiimsan wuxuu ahaa ودورد مصر أي مال جلني سو قلبك يا خبرضة يا قانتي وحول با دورد الصومالي نقولك يا دجانك يا لوجستيك هذا وح عناك عنك جيسن دورنا سهل كي أمريكا هذا اللي سمينا أيه وتوافت عن طقني أفجوي برع اللفتي وحاودرنا تيم وزارة هاي تجي وخبراء وسوق يمي مالك وتجي دورنا دمن يجون نقولك صومالي بيراه ونوع اللي تجي دورنا waxa marka qorshuhu yahay in markay saahankaas natiijada ka soo baxdo in beer casri ah oo wax soo saarka Soomaaliya
ay kor loogu qaado beerileedan lagu toobaro in la sameeyo oo dhul qiyaastii 300 hektar ah laga fulin doono. Marka fursadahaas u yimaadeen wafdi sare ayuu ahaa oo ka socda wasaaradda beeraha Masar iyo safaaradda Masar ee Soomaaliya, si fiican bay safarka ku soo dhawaaday, wayna noqdeen. Hadda dhawaan wax soo diri doonaan guddigii khubarada ahaa ee hawshaas sameyn lahaa. Wasi adinka iyo saaxiibaduba waxaad ku meereysanaysaan meelaha biyaha ee guriga gaaradiisa, dhulka adag beeraleydu isticmaalaan, roobka sugee ka fogowdiga oo gobollo badan oo Soomaaliya, muxuu yahay qorshaad beeraleyda ayagu maxay ka fulinayaan? Dhulka Soomaaliya oo aan bee wabiyadu marin, Soomaaliya hadda dadku waa la beeraa hadda, ama roob baa lagu beeraa, wabiyo baa lagu beeraa, ama ceelal baa lagu beeraa. Marka kuma meereysan inay dhulka oo dhan waa la tegayaa, waana laga shaqayn doonaa hadii la hayo. Maalgashigu waxay xoogga saarayaan meelaha wabiga, laakiin meelaha kale maxaa horumarna loo ahayd? Meelaha kale oo dry landka loo yaqaano, ama Soomaaliya horta meelahan biyo lahayn ma jirto, ee biyihii qaarna dushay marayaan, qaarna hoose ku jiraan. Runtii marka dadku hadda dhulka xitaa hadda wabiyadu marayeen, ceelal baa laga qodayaa, oo sometimes mararka qaarkood wabiyadii waa gurayaan. Marka isbedelka cimilada laftigiisa wax badan buu saameyn ku leeyahay helitaanka biyaha. Marka wasaaraddu dhulka Soomaaliya oo dhan dhul beereed baan aqoonsanay inuu yahay, dhul aan dhul beereed ahayn ma jiro. Wadda Soomaaliya dhan waa dhul beereed, waxyaaba kala duwan baa ka baxa, kulligeedna isku siba ma adres gareyna, dhinac walba ay tahay, meel walbana wixii ku habboon iyo wixii laga samayn karo baa laga samaynayaa.